normalement le psychiatre, je crois. يقول لك يجيبوا اطفال خصا وندخلوهم للحبس. للعلم هنا في مجلس القضاء عين تيموشن باسكو راني درجه ثانيه فيما يخص وفاه الاحداث، ما كاش حدث في مجال البسيكوتروب دخل الحبس. انا ما عنديش زيرو باسكو راني نروح للمؤسسه العقابيه ونزور، ما عنديش انا هذا، عندي اللي يقتل ولا دار جريمه من جرائم الخطيره. بالنسبه للبسيكوتروب جاني واحد تعاطى ريكاشي صغير وتعاملت معاه، رحت كيما يديروا الدول الغربيه، درت له غرامه خلطت له في جيب والديه، باسكو الغرامه يخلصها بوه، الاب ما يدخل له في جيبه صاي يقدر يحس باللي كاين خطوره للولد ويديره ويحميه. باسكو هنايا لو كان ما نخرجوش في جيب المسؤول المدني يفا اتر ديلانكون توت سا في، اي يا ايريسبونسابيلتي دو بارون. دونك انا ما عنديش هاد لو كا، وما عنديش بالنسبه للدام اللي قلتي دروك. انا من يجيني طفل في حاله ادمان راه في خطر معنوي، اولا الخطر المعنوي يخبر السيد وكيل الجمهوريه بالتنسيق مع قاضي الاحداث على مستوى المحكمه ماشي عندي، وهنا في خطر معنوي. الى الوالدين ما بغاوش يتسلموه، هنا اوني اوبليجي دو بلاسي دون ان سونتر ici les ici les enfants une famille elle veut le prendre. حنا ثاني ما نتعرضوش بها اون فامي نشوفو، وعندنا الوسط المفتوح، الوسط المفتوح رانا جبت نسق معاهم، عندنا المرشدين الاجتماعيين من يجيني امينة راه نشوف ندير رابور تاعه اوبليغاتوار بريليمينير باش نشوفه منين جاي الوسط تاعه شكون بوك كي صبروها المراه. باسكو يا دي ا نيفو دو بينيساف، مو جو بارل دو بينيساف، هاد الولاية تيموشات انا نحترم ناسها ونبغيهم راني بيطونا. لو بروبليم كي سيبو سي ا بينيساف سي دي بارون ايريسبونسابل. الوغ يجي المتهم بلا اب بلا ام ولا ما تبغيش تجي